السلام عليكم، معكم الحاجة سعاد عاملة المال جمعية أبناء العرائش من مهجر مدريد. فرحانة جد فرحانة بهذه المناسبة وهذا اللقاء في مدينة العرائش بالفرحة ديال الأطفال، وفرحانة بزاف بزاف بزاف. الله يوفق مدينة العرائش ويوفق جميع المغاربة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. راحتنا المشاركة والدعم ديال النساء سواء في الجمعية أو كذلك في التعطير الرياضي، لاحظنا مجموعة النساء اللي كيساهموا كذلك في تعطير الأبناء أسر الأبناء ديالهم، يعني كنقول المساهمة ديال المرأة في دعم يعني تعطير الرياضة وداك الشيء. المرأة يعني الحمد لله سواء لهنا ولا خارج المغرب دائما المرأة تساهم وتساعد. كنشكر جميع الأمهات وجميع الأخوات اللي معنا في المجموعة في مدريد، كنشكرهم كاملين من هذا المنبر، كذلك كنشكر جميع الأمهات اللي حضروا معنا وساندونا وشوفنا الأطفال.